من أكياس كمان بيضة. بسم الله بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله اشتاح. بسم الله بسم الله. اسعد الله صباحكم بكل خير احبتي المتابعين في كل مكان. يوم جديد معكم الليله مغامره عبد الله العنبري في مغامره جديده. طبعا ان شاء الله باذن الله بعد شوي راح اتجه من الطائف الى موقع المغامره، ورب يعطيكم العافيه. يمكن راح ياخذ مسافه الطريق ساعه. قلت لكم انه الموقع شويه بعيد ووعر، حتى اضطريت اني في العصريه اجي استكشف الموقع وبعدها مشيت على الطائف. الآن إن شاء الله شوية بعد ما أخلص العشاء إن شاء الله اتجه إلى موقع المغامرة. رب يعطيكم العافية. انتظروا، ممكن تقريبا مسافة ساعة أو ساعة ونص إن شاء الله بإذن الله أكون بديت المغامرة. يعني نقول إن شاء الله وحدة أكون بديت المغامرة إن تأخرت. رب يعطيكم العافية. كالعادة أي ملاحظة أي استفسار أكتبوا على هاشتاج تويتر المغامرة عبد الله العنبري. ورب يعطيكم العافية وسهرة ممتعة للجميع. طبعا يا جماعة الخير انا الان في الطريق ان شاء الله باذن الله، باقي تقريبا نقول ان شاء الله 20 دقيقة راح اتواجد في الموقع. دعواتكم اوصل بالسلام يا رب. الله يعطيكم العافية يا جماعة. انا حالتي الصحية شوية تعبانة بعد ما تعشيت، ما ادري ايش صار فيني يا جماعة، والله جاي زي الغثيان الله يعزكم، وبطني قلب. فدعواتكم لين اوصل بالسلامة. واسعد الله صباحكم بكل خير احبتي المتابعين في كل مكان. يوم جديد معكم الليله المغامر عبد الله العنبري من هذه القريه المهجوره في مغامره جديده. طبعا مغامرتنا الليله في قريه مهجوره من سنوات طويله جدا. ايش سبب الهجر؟ الله اعلم. لكن هذه القريه زي ما انتم شايفين مسكونه يا جماعه الخير، على حسب ما وصلنا، لأن المنطقة هذه مسكونة. راح أقول لكم وين هذه المنطقة في نهاية المغامرة إن شاء الله. معروف أهالي المنطقة هذه يعرفون. شوف الجبل وراء مباشرة على طول. وكالعادة أي ملاحظة أي استفسار اكتب على هاشتاج تويتر المغامرة عبد الله العنبري أو أرسله على الخاص. ونقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذا المدخل. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ مغامرتنا الليلة من هذا الموقع. الظاهر استراحة ذي ولا ايش، الله اعلم. هذه جبال ورا كلها، هذه قرية. الظاهر استراحة ذي ولا ايش ده، الله اعلم. شايفين السارية؟ راح اخرج الان من هنا. بسم الله. هذه غرفة حارس ممكن. بسم الله. اوه هذا بير. شوفوا كيف الأشجار هنا، إيش ذا؟ زي هذه الشجرة اللي طحت فيها المرة الماضية أنا. بسم الله
سمعتوا؟ في أحد؟ لا هنا. زي ما انتم شايفين مكان وعر وهذا جبل وراه على طول. بسم الله. واو. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كيف حالكم يا جن؟ في أحد؟ طبعا هنا الكبس أشوف أفضل شيء، ما شاء الله تبارك الله قوة الكبس. هذه كانت الظاهر غرفة الحارس، الحمام الله يعزكم، حمام الظاهر. بسم الله. في أحد هنا؟ في صوت كم خطوات. إيش هذا الحمام الله يعزكم. أيوه شوف، شفتم؟ حمام قديم مرة، الظاهر ذاك مطبخ. هذه الغرف، هنا غرفتين، هذه طلعنا على برا. اوه غرف قديمة جدا. هذه قرية. بسم الله. في أحد هنا؟ إيش ده؟ بسم الله. وش هذا حقت الوسخ. بسم الله، في وسخة في المكان هنا. كانوا في شيء غريب في الغرفة هنا. ايش؟ بسم الله. وفتيان صدق من هذيل أعزة. بسم الله الرحمن الرحيم. في أحد؟ سمعتوا؟ مساعير حرب ليس يخشى فرارها، معقل بن خويلد الهذلي. في صوت.
حسب المكان. العبارة هذه يا جماعة الخير ترى قريب يعني واحد جاء كتب العبارة هنا ترى ما هي قديمة. المكان كل شوية حطقت حصى كل شوية بسمع صوت غريب. الله يحفظنا الله الحافظ. بسم الله. هذا المسجد هذا المحراب بسم الله. سمعتوا في احد هنا في المكان؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الشبكة ضعيفة يا جماعة الخير ترى في المكان. الشبكة صايرة 3G. بسم الله الرحمن الرحيم. الكفر الضار كان يحطهم مويه شيء زي كذا. من بيوتنا بسم الله. طبعا هذا سيارتي اللي موقف انا هناك. ادخل البيت هذا القرية اللي هنا وهذا بير. اوه والله باقي هناك ما اشوف. بسم الله. هذه غرفة على برا. هذه وش هذا؟ الظاهر مطبخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش ده؟ بسم الله. في احد هنا؟ بسم الله. بسم الله. بسم الله. ايش هذا؟ بسم الله. سمعت الصوت. في احد هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شفتم؟ بسم الله. فتح حصلين عندي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في احد هنا؟ بسم الله. ايش الطاحت؟ سمعته؟ في صوت.
يا حد شوف يا شباب، لا اله الا الله، والله وادي هذا تحتنا. هذا شوف الوادي كيف، بسم الله، شايفين الوادي؟ جبل لازم تنزل تحت في الوادي هناك. الله، الظاهر هذا حقه المكان اللي يمشي فيه زي السيل. هذا جبل، ايش ذا الاسود؟ يا جماعة وش هذا اللي هنا، جنازة دي ولا ايش؟ لا والله، شايفين هذا وادي، الظاهر ممر سيل ده. شوفوا الاشجار اللي هنا، بسم الله، ايش؟ بسم الله، بسم الله، ايش ده؟ من انت؟ شبنا هنا في احد هنا؟ بسم الله، بسم الله، حفظ حصى، سمحت في احد هنا؟ بسم الله، هذا بيت، الظاهر بيت مثل الأخير ذا، بسم الله، في حد هنا؟ ايش ذا؟ ايش الملابس؟ في قماش، غريب، بسم الله، ايش ده؟ هذا قماش ابيض، هذا كفن، هذا والله كفن يا جماعة، كل شوك، هذا كفن، والله يا جماعة هذا كفن. يا كفان، لا هذا كيس، هذا كيس، ايش ذا؟ كفن قماش ابيض، صراحة الاشجار مرة شايكة، اكفان شيء غريب، اقمشة بيضة، شوف هنا كمان جسمي يحس، شعر جسمي كله واقف،
شوف الأكياس كمان بيضة. بسم الله بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله اشتع. بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله. شتا في شيء؟ إيش ده اللي شفته؟ بسم الله. ساعدنا.